السلام عليكم، انا حسنيه البكاري، هذا الوالد ديالي اللي كنا ديجا صورناه، اللي كان صور معنا الاخ عزيز الله يجازيه بخير. كنبغيو نشكروا الاخوان اللي حاضرين معنا كاملين، اللي صوروا معنا الاخ عزيز والاخوان ديالو الاصدقاء ديالو الله يجازيهم بخير. الحمد لله من بعد ما صورنا داك لا فيديو الحمد لله شافوه الناس محسنين الله يجازيهم بخير، وتعاونوا مع الوالد ديالي في العمليه الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم. ما نويتش ان غندير العمليه للوالد بهذا السرعه هذه، ولكن الحمد لله ربي كبير وقف معنا الله سبحانه وتعالى، والاخوان الله يجازيهم بخير، والحمد لله درنا العمليه ودازت الامور الحمد لله مزيان. واخا الوالد مازال فيه شي شويه الحريق، ولكن عاوتاني بان مرض واحد اخر، يعني حنا كنا كنقولوا راه غير البروستات، منين حيد البروستات عاوتاني بان المرض ديال الكيلي فيه الكلاوي والمصران، عاد خرجوا له الدواء عاوتاني، عاد شريتوا له البارح، والحمد لله نتمنى وان شاء الله يا ربي الشفاء ليه ولجميع المرضى المسلمين. نوجه الشكر ديالي بزاف بعدا، اولا ليك انت اللي قبلت باش تجي تصور معنا، والاصدقاء ديالك الله يجازيكم بخير، والناس اللي تعاونوا معنا الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، والله يجعلها لهم صدقه مقبوله في هذه العواشر، لان صراحه تعاونوا معنا، ما كنتش كنظن ان غنديروا العمليه بهذه السرعه، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى وقف معنا، والحمد لله درنا العمليه ودازت الامور على خير وبخير. يعني راه ماشي سهل باش تجمع 1,040,000 ريال، ماشي شي حاجه اللي هي سهله، والحمد لله ربي كبير، ودرنا قينا في الله وتوكلنا على الله والكمال على الله سبحانه وتعالى الحمد لله. الاحساس ديالي شغادي نقول لك واحد الفرحه لا توصف، يعني فاش جمعت داك المبلغ والوالد ديالي كان كيبقى قدامي كيتقطع كيقيل كيتقطع، يعني هو كيتقطع وحنا كنتقطعوا قدامه، المعاناه اللي صعيبه بزاف، حيت انا الاغلبيه كيكون معايا هنايا، الاغلبيه معايا دائما كيتقطع بالحريق، كيبات جالس كنباتوا كاملين حتى حنايا جالسين معاه، هو كيتقطع وحتى حنا كنتقطعوا معاه، ولكن الحمد لله منين جمعنا المبلغ ودرنا له العمليه، ودابا عاد خرجوا له عاوتاني هاد الشواكه، وما خرجوا له هنايا 8 ديال الشوكات، كل نهار يضرب وحده، وخرجوا له هنايا قويلبات وكينه، هادو اللي خرجوا له البارح، هادو عاد شريتهم له 7000 ريال اللي شريت له البارح ديال الدواء، والحمد لله نتمنى وان شاء الله يا ربي الشفاء ليه ولجميع المرضى المسلمين. الرساله الاخيره كنبغي نشكر الناس اللي ساهموا معنا اللي وقفوا معنا الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، واحد السيد من فرنسا وواحد الجوج اخوات الله يكثر خيرهم ويجازيهم بخير، هما اللي تعاونوا معنا الله يكثر خيرهم والله يجعلها لهم صدقه مقبوله الله يجازيهم بخير. وشكرا بزاف خويا عزيز انت والاصدقاء ديالك الله يجازيكم بخير، انتم وقفتوا معنا، لو كان ما انتم يعني ما غاديش نوصلوا لهذا الشيء، اللي زعما ما غاديش يدير العمليه، حيت ما كاينش اللي غيسمع الصوت، يعني انا بالنسبه لي دقيت جميع البيبان، ولكن حتى شي باب ما تفتح في وجهي، والحمد لله فاش صونيت على الاخ عزيز الله يجازيه بخير قبل الدعوه ديالي، والحمد لله جاوا الاصدقاء ديالو، وشكرا لك بزاف الله يجازيك بخير، وشكرا بزاف للناس اللي ساهموا في العمليه الله يجازيهم بخير، وان شاء الله يا ربي الله يجعلها صدقه مقبوله في هذه العواشر الله يكثر خيرهم، وان شاء الله يلقاوها في الجنه. اسيدي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، الله يكثر خيرهم ويشجعهم ويزيد الخير في خير، ويعاونهم على الزمن وماله. قولي أبا الحاج، واش درتي العملية ارتحتي شي شوية؟ ارتحت شوية، وأني دابا مازال مريت بهاد الحريق الآخر، ما العملية دابا راه ترتب عليا شوية الحال. إيوا هذا هو، الله يكثر خيرهم ويشجعهم ويزيدهم خير بخير ورحمة من الوالدين. الله يجازيهم بخير والله يسهل عليهم، وشكرا بزاف خويا عزيز مرة واحدة أخرى، وشكرا بزاف للأصدقاء ديالك والله يجازيكم بخير، وشكرا بزاف للناس اللي ساهموا معنا الله يجعلها لهم صدقة مقبولة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.